هو على طريق هو على مزيكو على مزيك هو عوض يا عمري فديتك ايش ازيكو وين حبيبي ايش اخبارك هلا وغلا وتجا قبل شوي دخلنا نشوف الحلال هات هات السماعة تعال في البيت انا احسن عن اول سلامتك اول احنا دكتور بشتغل في المستشفى الاقصى ايش بتسوي كل تعلمت من الدكاتره وحفظت كل شيء بعدين اتعلمت تمت اعمل الكلينات هذا وراكب محاليل وفك اللي وش كمان ان شاء الله نروح في السلام ايش تعمل مستشفى الشهداء بنجيب الصابات في مع الهلال مع دفاع المدني الشهداء مع تعاون الصحه الاسعاف بنجيب الصابات لما نطلع هيك على السيده بيجيبوها بيأثر علي من الصغار اللي بتمهم يرجوا والصبايا كلهم بنجيب الصباط بنوديهم على شعب بتم معهم بساعدهم بجيب لهم بطانية أنا تعلمت بالدكاترة وهذا وكل شيء وبعدين تعلمت منهم أقول لهم أنا بشتغل معكم نصير وهم شغلوني ونودي الصباط على شاعة نفسي أطلع دكتور